قضية كربلاء القيم تمثلت في جميع الفئات وفي جميع الاصناف وفي جميع الطبقات، في كربلاء كان هنالك الطفل الرضيع اللي ربما كان عمره اشهر او ايام. في كربلاء كانت الطفله الصغيره اللي ربما عمرها كان ثلاثه اعوام، رقية صلوات الله عليها. في كربلاء كان الشاب المراهق القاسم ابن الإمام المجتبى صلوات الله عليه، شاب لم يبلغ الحلم، في كربلاء كان الشباب علي الأكبر، في كربلاء كان الكهول ابو الفضل العباس صلوات الله عليه بناء على التفسير اللغوي للكهل كما في قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا الطفل الرضيع الطفله الصغيره الشاب المراهق الشاب الكهل، الشيخ الكبير مثل حبيب ابن مظاهر في كربلاء كان الرجل وكانت المرأة مثل أم وهب في كربلاء كان الابيض وكان الاسود مثل جون في كربلاء كان العربي وكان التركي غير العربي غلام تركي جميع الطبقات في كربلاء كان الشيعي وكان السني وكان المسيحي كان عثمانيا زهير بن القي فاستبصر وكان هنالك المسيحي وهب الذي اسلم تشكيله عجيبه متنوعه لعله التاريخ لم يشهد لهذا التنوع مثيلا كان احد العلماء يقول كلام لطيف يقول احنا حتى اذا ما كان عندنا هذه النماذج كان يجب ان نخترع مثل هذه النماذج اذا احنا حبيب ابن مظاهر ما كان عندنا كان يجب أن نخترع مثل حبيب ابن مظاهر، لأن كل أمة تحتاج إلى نماذج ملهمة، ذلك الروائي المعروف العالمي يخترع نموذجا في كتابه، نموذج وهمي، لأن الأمة تحتاج تحتاج إلى نموذج إما حقيقي وإما وهمي. نموذج لذلك الرجل الذي ينكر ذاته ويتجاوز ذاته ولعله طبع من كتاب مئات الملايين في العالم بلغات مختلفة. لأنه الأمم تحتاج إلى هكذا نماذج. الحمد لله احنا تاريخنا غني ما نحتاج الى اختراع نماذج النموذج مو